يعني كل الفريق كان نجوم وكل اللاعبين كانوا ابطال، لكن 33 تصدي في مباراه واحده ومباراه نهائيه اعتقد رقم اعجازي. الف مبروك، ودايما عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وبطل من ابطال النادي الاهلي دايما. الاول الله يبارك في حضرتك، الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي. بطوله مهمه جدا لينا كلاعيبه وكجهاز. السنه اللي فاتت فنشنا الموسم ببطوله قويه ضد المنافس التقليدي بتاعك. السنه دي بتبدا ببطوله قويه وبتكسبها الحمد لله. ان شاء الله تبقى بدايه لينا الموسم قوي نقدر ان احنا نعمل فيه الطموحات اللي الجمهور حاططها علينا ان شاء الله. محمد عصام الطيار دايما مصدر امان لجمهور النادي الاهلي، ووجودك بيطمن جمهور النادي الاهلي مع كل عناصر الخبره واللعيبه الكبار. يعني تقولوا ايه ان شاء الله وكاس السوبر توعدوا الجمهور بيه؟ اوعد الجمهور ان احنا هناخد خطواتنا لكاس السوبر كويس ان شاء الله، واول خطوه فيها ان احنا نبسط باللي احنا عملناه. احنا عملنا انجاز جديد، كسبنا بطوله افريقيا في بدايه موسم. اول حاجه ان انت تبسط وان احنا نقدر ناخد اجازتنا كويس ونبسط فيها. ان شاء الله من يوم الاحد هنبدا التمرين، هنبدا التركيز في ماتش السوبر بكل خطواته بكل فنياته. اوعد الجمهور ان مفيش لعيب هيأثر، كل لعيبه هتبذل اقصى جهد عندها ان هي تقدر ان شاء الله ان هي تحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في ماتش السوبر الجاي باذن الله، وباذن الله نحتفل مع بعض بكاس السوبر ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك.